للمزيد حول الغضب الشعبي المتزايد في الأحواز العربية ضد النظام في طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي الأستاذ نوري حمزة. أستاذ نوري، بداية مرحبا بك. ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 5 قتلى غالبيتهم في مدينة إذج، لو تطلعنا على آخر التطورات في الانتفاضة التي تعم العديد من المدن الأحوازية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدد القتلى معظمهم في المدن العربية، في مدينة الخفاجية والأحواز العاصمة ومدن أخرى. عدد القتلى ارتفع، عدد الجرحى هكذا، لا توجد إحصائية دقيقة حول هذا الموضوع. بعض الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 20 قتيل، ولكن لم تتأكد بشكل مستقل حتى هذه اللحظة. ولكن تطورت الأحداث حيث اشتعلت مدن أخرى كمسجد سليمان وإيزا ومدينة إيزا في شرق الإقليم، وهكذا في هذه الليلة تم قطع الطريق بين مدينة إيزا ومدينة شهر كولت التي تربطها أيضا بهذا الطريق يصل إلى محافظة إصفهان، وهكذا في شمال الإقليم محافظة لورستان أو خرمابات في الواقع عاصمتها. كذلك بدأت هناك مظاهرات في هذه المنطقة ومدن أخرى كمدينة دزفول ومدن أخرى أيضا كعبادان والفلاحية ومدن أخرى عربية التحقا بهذه المظاهرات العالمية. يعني هناك إقبال كبير من الشارع الأحوازي للانخراط في هذه الاحتجاجات، يعني الاحتجاجات عامة الأحواز العاصمة ومدن الخفاجية والحميدية والمحمرة والفلاحية وخوزستان، يبدو أن الدائرة تتسع. ترى يعني هذا القبول أو هذا الإقبال الكبير من الشارع الأحوازي للانخراط في هذه الاحتجاجات، هل بسبب أن الأمر أصبح لا يطاق وأن كل عائق نفسي قد أزيل أمام هذه الاحتجاجات لتتسع أكثر؟ كلا الرأيين صحيح. واحدة أنه تراكم مطالبات، ضغوط من قبل الحكومة على الشعب، تردي الخدمات المدنية والمعيشية، تردي الاقتصاد، الوضع البيئي السيء، التحكم بالمياه كآلة أمنية وفي الواقع سد المياه وتغيير مجرى نحو الهضبة الإيرانية ومنع المزارع الأحوازي والمواطن الأحوازي من حصته من المياه الرسمية. إيران، الحكومة الإيرانية في الواقع سحقت كل القوانين بما فيها القوانين الداخلية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالمياه، وتستعمل المياه كآلة أمنية، وهذا يتعارض تماما مع القوانين الدولية تماما. واليوم ترتكب جريمة كبيرة في حق الشعب الأحوازي. فهذه المطالبات وهذه تراكم الظلم وفي الواقع الأبارتايد اللي تعمله إيران في إقليم الأحواز هو الدليل الرئيسي لإشعال هذه الانتفاضة الكبيرة. ونتطلع أن الانتفاضة تتعم مدن أخرى، حيث شهدنا أمس في طهران وكرج اليوم في حوالي العاصمة طهران هناك مظاهرات كانت، وكذلك في يزدان شهر في محافظة إصفهان، أي تظاهر الأحوازيين المهجرين هناك في نتيجة الحرب الإيرانية العراقية وغيرها. وهكذا مدن أخرى ستلتحق بهذه المظاهرات خلال هذه الأيام، ناهيك عن الفضاء السيطاني والسوشيال ميديا اللي اشتعل في الواقع واصبحت ريت الاحواز تنتفض كترند، يعني هو الوسم الاعلى عربيا في السعوديه في مصر في الشرق الاوسط عموما. وهكذا اليوم شاهدنا تصريح طلع من البيت الابيض من الولايات المتحده انهم يراقبون بكثره حول المظاهرات وحذروا الجانب الايراني من سقوط ضحايا. طيب، الاحتجاجات جاءت على خلفية محاولات النظام في طهران نقل ماء الأحواز، ما أثر ذلك على قطاعي الزراعة والشرب؟ لكل الأسف سياسات إيران اللي اتخذتها واستخدمت المياه كآلة إحدى الأدوات الأمنية الهامة وغطعتها عن إقليم الأحواز دمرت هضبة الأحواز اللي هي هضبة تاريخية وبنيت عليها على يد ناسها، على ناس هذه الهضبة، سكان هذه الهضبة الأصليين أي العرب والعيلاميين والعرب، حضارات عديدة كحضارة إيلام وحضارة ميسان وبني كعب وهكذا المشعشعيين، هذه الحضارات وهذه الدول حكمت هذه المنطقة بناء لأنه هذه الأرض خصبة و هي مهبط للمياه اللي تنزل من الجبل من شمال الأحواز.
حين جفت هذه الأرض اليوم نرى أن هناك مشاكل عديدة بيئية وصحية واقتصادية وسياسية وأمنية تتفشى يوما بعد يوم، ويزيد الضغط على المواطن الأحوازي مما يجعل السلطات الإيرانية بحرج كبير في الواقع يعني، والمواطن الأحوازي يتخذ شتى الطرق السلمية للتظاهر وفي الواقع ليبين أن السلطات الإيرانية ظلمته كل هذه السنين ومستمرة بظلمها تجاهها دون الاعتناء بأي قوانين داخلية ودولية. طيب أستاذ نوري، يعني طهران تحاول أن تصور الاحتجاجات على أنها مدفوعة من قوى خارجية، يعني هذه الادعاءات الى اي مدى تراها صحيحه؟ يعني هل لدور المنطقه او عفوا يعني هل الولايات المتحده ربما دور في هذه الاحتجاجات؟ على الاطلاق لا يوجد دور لاي دوله ولا حتى الاحزاب الاحوازيه، ولا هذا مطلب شعبي، تراكم يعني تردي الخدمات والاقتصاد والبطاله والتخلف الاجتماعي اللي هي نتيجة برمجة إيران الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد في الأحواز هو اللي دمر المنطقة، وهذا الناتج من ظهرت هاي نتيجة طبيعية لما عملته حكومة طهران تجاه العرب في الأحواز، وهذا نتيجة طبيعية. لكن نظرية المؤامرة هي النظرية السائدة والراسخة في مخ زعيم هذه الحكومة خامنئي، ودائما هو يبحث عن عدو، يبحث عن شيء ما يعلق مشاكل عليه، أنه يرمي المشاكل عليه أنه جاءت أمريكا وجاءت كذا دولة وكذا دولة وتدخلت في شؤونه. لا يوجد هذا التدخل لا من قبل أمريكا ولا من قبل أي دولة قريبة أو بعيدة. من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي السيد نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.